السلام عليكم البنات، اليوم رايحة نقدم لكم حريرة على طريقتي الخاصة. هي حريرة بزاف بزاف بنينة. هنا راني درت شوية زيت ودرت لحم غلمي، خليته يتقلى حوالي 10 15 دقيقة حتى يكون عنده هذيك الحمورية. هنا قطعت البصل، بصلة كاملة قطعتها صغار مع سنة الثوم حسب الذوق. بعد ما تقلى مليح مليح اللحم، راني درت البصل مع الثوم يتقلاو مع بعض، نخليهم يتقلاو. بعد ما تقلاو هنا عندي الخضرة، عندي كورجيت واحدة، زوج زروديه، وواحدة حبة تاع بطاطا. انا نحب ندير الخضرة، حبيت ندير حريرة غنية بالفيتامينات. هنا اني عندي طماطيشة كاملة، هنا عندي عدس مغلي ديجا، هاد العدس طايب، وجلبانة، ولا تقدروا ديروا حميصة في مكان الجلبانة. بعد ما تقلى اللحم مع البصل، راكو تشوفوا تقلى مليح مليح. هنا عندي نص ربطة حشيش مكونجلي، زائد شوية نعناع مكونجلي، زائد كرافس مكونجلي. هنا خلطتهم مع بعض، رايحة نديرهم مع بعض ونخليهم يتقلاو باش يكون عنده البنة تاعو. فوالا، بعد ما تقلى هنا نزيد ربطة حشيش. هذه ماشي مكونجليه، كنت عندي في الفريجيدار. غادي نحب ندير شويه كونجولي وشويه لي ماشي مكونجلي. هنا زدت الخضره ونخلطهم مع بعض. فوالا، من بعد في البول هذا عندي الطوماطيش اللي سكرفشتها، ونزيد لها الداخل داخل الطوماطيش نزيد شويه كمون، زعفران، شويه تاع القرفه، ما تكتروش، شويه بركه، شويه قاصحه كيما على بالنا، فلفل كحل، فلفل حمار اللي هو بابريكا، وكزبره اللي هو حشيش مقطفه على شكل توابل. هنا هاد التوابل نديرهم داخل الطوماطيش، واستعملت ملعقه صغيره تاع القهوه برك للقرفه، استعملت شويه برك، يعني قطرات ماشي بزاف باسكو قاصحه. هنا راني درت نص ملعقه كبيره تاع الملح، وانا ما زدتلوش باسكو القدره تاعي موالفه نطيب فيها، دونك على بالي شحال تدي الملح. هنا درت كامل التوابل ونحكم ملعقه ونخلطهم هكذا التوابل ما يتحرقوليش، سي بوغ سا ما درتهمش ديريكتومون يتقلاو مع اللحم. هنا يكون عندي طوماطيش زائد توابل. فوالا، هنا ما نرمو والو، نزيد نشل البول اللي وين درت التوابل، نشللها شويه ما. هذا نخليه يتقلى. فوالا، هنا شللت وين درت الطوماطيش مع التوابل، انا ما نرمي والو ونخلطو ونزيدو ونخليه يتقلى. وكل ما تتقلى كل ما تجي بنينه، ولازم نديرو الماء سخون. كي نقليو هكذا المثله لازم نديرو الماء الساخن، باسكو الا درتو الماء بارد قتلتو كامل هذاك التقليان. راني وليت ليها دوك. هنا في المرحله هذه رايحه ندير الماء اللي خليته يسخن ديجا. فوالا، ندير حوالي نص
نص قطره يعني، من بعدين مخصوص نزيد له، نغطي عليها ونخليها تطيب بالعقل، نخليها على نار قوية غير تغلي، نقص لها نديرها على نار هادية ونخليها تطيب حوالي ساعة. أنا ما نزربهاش. بعد ما طاب كلش نحيت الخضرة، راح نميكسيها. في المرحلة هذه تقدروا تستعملوا فرشيطة باش تميكسيو لي ليغوم الخضرة. انا هنا استعملت ميكسور، بصح اللي ما عندوش ميكسور يقدر يستعمل فرشيطة، ماشي مشكل. فوالا نعاود ندير كلش لداخل، نزيد ندير الجلبانة، العدس اللي هو طيب، ونزيد نحي اللحم ونقطعو طرف صغار. فوالا باسكو درتهم دي مورسو كبار، دونك هنا نحيتو وفتتو كامل، نعاود نديرو لداخل. وفي المرحلة هادي ما وريتهاش واش درت انا، غسلت الفريك وخليتو يتشمخ الفريك، ولا تقدروا تستعملوا المرمز. هنا حكمت حشيش مقطفه مع طماطش مصبره، انا ما نحبش ندير طماطش مصبره ديريكت مود القدره، ما يجيش بنين الشوربه ولا الحريره، هذا السر يعني، كل واحد وطريقه ديالو، بصح انا نحب نديرو هكذا، نخلط الحشيش مقطفه. هنا اني درت شويه تاع راس الحانوت، راس الحانوت اللي رايح للسفوريه يعني، هنا اختياري درتو. هنا رايحه نشلل كما قلت لكم، انا ما نرميش. هنا شللت البول وين درت طوماطيش مع الحشيش، وهنا في المرحله هذه زدت الفريك تاعي ولا المرمز، ما راحت لي هذيك يعني جو ميكسكوز باسكو راحت لي هذيك وين فيلميتها، وخليتها تطيب. بعد ما طابت هاي ليك الشكل تاع الحريره تاعي، الريحه ديالها تهبل بزاف بنينه ومعمره بالفيتامينات كما قلت لكم، فيها العدس فيها كل شيء. جيسبر لا روسيت تاع لي وي عجبتكم، ما تنساوش ديروا لي جيم وتابونيو لا فيديو وتبارطاجيو وتدخلوا لي كومونتير الا ما فهمتوش كاش حاجه. صدقوني هاد الحريره بزاف بنينه، راكم تشوفوا الشكل تاعها النهائي. ونخليكم ولا بروشين فوا ان شاء الله.